عودة لكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. هناك سؤال دائما يتبادر إلى الأذهان، من يخطط لك، أنت أم القدر؟ هو سؤال جدلي بالفعل يطرح نفسه وبقوة، ودائما ما نسأله لأنفسنا في أوقات انفرادنا بأنفسنا. فكلنا يؤمن أن الحياة هي قضاء وقدر، وأن أقدارنا قد كتبت بالفعل مسبقا، ولكن مع ذلك نخطط ونحلم. فهل نحن فعلا مسيرين أم مخيرين؟ الحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا بالأستوديو الدكتورة سوسن البلوشي، استشارية الاجتماعية والتربوية. حياك الله دكتورة. الله يحييك. ساعة مباركة. يبارك بعمرك. الله يسلمك. دكتورة، السؤال البديهي، هل نحن مسيرين أم مخيرين؟ حلو السؤال، وايد جميل. قبل ما نقول هل إحنا مخيرين أو مسيرين، لابد أن نعرف شنو معنى كلمة مخير ومسير. ممتاز. صح ولا لا؟ صحيح. لأن أنا إذا بفهم أبي أختار بين شيئين، لازم أعرف هذا شنو عشان أنا أعرف أختار بينهم. صحيح. لو بنرجع حق اللغة ونشوف شنو معنى كلمة مخير، هو أنك أنت تختار ما بين شيئين. صحيح. خير وشر، صالح غير صالح، جميل غير جميل، بغض النظر عن المفردات اللي تكون موجودة من ضمنها. صحيح. المتسير أو مسير بأن هنالك أسس على أساسها أنا أختار فأسير في هذا الطريق. ممتاز. تمام. إنزين، لما نيجي في ناس تقول لا احنا في وايد امور في حياتنا احنا مسيرين فيها، اقول لهم يعني شنو مسيرين فيها؟ يعني نقول هي تيجي من عند الله. قلت له اوكي، تيجي من عند الله. تمام. هل الله قال لك سو كذي لا تسوي كذي؟ مو في كل الاشياء. الله اعطانا قواعد، اعطانا قالنا هذا حلال هذا حرام، عدل؟ عدل. تمام. بس دكتوره عفوا على السؤال، يعني الناس تقول لك الاشياء اللي مثلا لا سمح الله الموت، المرض، تمام، وغيرها من الامور اللي الانسان ما له قدره فيها. تمام. فهذه يعتبر هو مسير في هذا الطريق. ارجع اقول المريض ليش انت تمرض؟ مو ان مثلا خلينا نقول ما اهتميت بصحتي فمرضت. في جميع الامراض دكتوره، اذا بناخذها من الناحيه العقلانيه، جميع الأمراض. جميع الأمراض. ماذا عن الأمراض الوراثية والجينية؟ الأمراض الوراثية والجينية أيضا إذا بنرجع فيها، حتى في أحاديث وفي مثلا روايات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول مثلا في هذا الوقت لا يصير كذي. نعم. مثلا عدل ولا لا؟ في هذه الأيام لابد أنه يكون فيها شيء. الأم لازم تهتم في صحتها قبل ما تفكر أنها هي تحمل. ممتاز. صحيح. أوكي، إذا في أمراض تخيروا لنطفكم، يعني إذا دريت أن هاي العائلة فيها مثلا مرض معين ينتقل عبر الأجيال، ما تتزوج منهم. ممتاز. أو خذ احتياطاتك. ممتاز. بس هذا دكتورة الأب والأم. أي الحين الولد انولد خلاص، انولد وتكون عقله، تكون هو بالفعل ما اختار هذا الطريق، ما اختار هذه الحياة. مزين. ولم يختار أيضا أنه يكون موجود أساسا. هذه بعد هني نقول هذه هني أمر الله سبحانه أمر الله وتعالى. هني أمر الله سبحانه وتعالى. لكن الأمراض التي يعني خلينا نقول الجينية أو الوراثية، إذا صارت حق الطفل فهي ترجع أيضا لأمور. ممتاز. للأم والأب لهم دور فيها. ممتاز. تمام. ومو في أمراض تصير بعد الولادة. ممتاز. حسب الظروف اللي تصير مع الولادة ممكن أنه يصاب الطفل هذا. ممتاز. بالمرض. تمام. فإذا نحن الحين فرقنا بين أو فسرنا أو حضرتك فسرتي المخير أو تخيير. أي؟ والتسيير. تسيير. ولكن نرجع الحين على سؤالنا. حلو. هل نحن بالفعل مسيرين ولا مخيرين؟ حتى أقول لك أنا في التسيير نفسه، في يسمون في شيء ما يذكر في اللغة التسيير الذاتي. تمام. شو التسيير الذاتي؟ تمام. يعني خلنا نقول اسم حضرتك أحمد. أحمد. زين. أحمد عنده مبادئ في حياته، تمام، عنده قوانين يمشي عليها. نعم. هذه القوانين هي اللي تسير حياة أحمد. عدل ولا لا؟ عدل. أنا عندي الكلمة الحق أقولها لو على قصر قبتي. ما يقصر قبتي اللي يركبها. صحيح. إذن هني أحمد سير نفسه أني أنا ما أكذب له شنو ما كانت الظروف. صح ولا لا؟ صحيح. فالاختيار يعود لك أنت. حتى في التسيير. ممتاز. أنا يكون لي دور، لأن هنالك ما يسمى بالتسيير الذاتي. أنا عندي قوانين في حياتي، أنا عندي مبادئ أمشي فيها في حياتي، عندي أخلاقيات ربيت عليها. ممتاز. في أمور أنا ربيت نفسي عليها هي اللي قاعدة تنظم حياتي. تنظيم حياتي حسب قوانين وخلينا نقول امور، انا اقول هذا الصح هذا الخطا حسب شنو؟ وعيي. ممتاز. حسب ثقافتي. بس دكتوره عفوا، مو بالضروره ان توصلك للهدف اللي انت حاطته حق نفسك. صح. صحيح صحيح. فاذا هني انت تبذلين الاسباب
بس النتيجة؟ في النتيجة هي أنا على قولتهم اسعي عبد وأنا اسعي معك. ممتاز. طيب هناك الكثير من الناس ويمكن ما يقرون فيها علنا، ولكن الكثير من الناس يقول لك أنا ما دام رزقي موجود ومحفوظ وأنا أقدار أو قدري مكتوب ما أسعى خلاص، لأن كذي كذي إذا اشتغلت 14 ساعة ولا اشتغلت 8 ساعات بكل الحالات أنا ما راح أكسب إلا هذا المبلغ على سبيل المثال. على سبيل المثال بس هم الله في مثل يقولون قبل أمهاتنا أو قبل يقولون الله ما ينزل الفلوس بزبيل. صح صح، الله ما ينزل لك شيء بزبيل، لابد أنك أنت تسعى. وبعدين صحيح، ولكن الله قادر على أن يغير من حال إلى حال، من حال إلى حال. صحيح. وإحنا أصلا دائما نقول يا محول الأحوال. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. الله قادر على أنه يغير أحوال الإنسان. صحيح سبحان الله، الله سبحانه يكون حاط لك طريق، لكن ممكن شيء أنت غيرته في حياتك يغير مسار أمور كثيرة. صحيح. عشان كذي ترى مو صحيح أن إحنا نقول قسمه ونصيب. صح، أنا أختار صح، أنا أحلل الموضوع صح، أنا أفصص السالفة قدامي، وبعدين الاختيارات بتكون متواجدة يعني حتى فيزيائيا لما نيجي حق علم الفيزياء يقولك في هنالك ما يسمى بقانون الاحتمال أو فضاء الاحتمالات. أنت عندك مسألة واحدة عندها أكثر من حل، أنت لك الاختيار تبي تحل المسألة في هذا بهذا القانون أو هذا أو هذا. تحلها بصفحة ولا تحلها بسطر؟ بكل الحالات كل الحالات أنت حليتها. ممتاز، فالأمر راجع لك. ممتاز. النصائح في هذا المجال دكتورة، يعني المفروض أن العادات التي تغرس عند الأبناء دائما تكون الفضائل، يعني الأخلاق الحميدة، ولكن فيما يخص القضاء والقدر وأيضا التسيير والتخيير، شلون نقدر إحنا نغرس فيهم بعض الأمور اللي تخليهم بالفعل يمسكون حياتهم بيدهم وهم يكونون المتحكمين في هذه الحالات؟ تمام، خلنا نقول القضاء والقدر من الأمور أساسيات الدين اللي لابد أنا أؤمن فيها، عدل ولا؟ من أصول الدين اللي لازم أنا أؤمن فيها إن في شيء اسمه قضاء وقدر. ولكن أيضا لابد أن أعرف وأربي أولادي، صحيح أنا أعطيهم الأسس اللي تعطيهم القدرة على أن يختارون بشكل صح. ممتاز. بالإضافة أنمي عندهم حب البحث، أن يتعلم أسس تحليل الأمور. نعم. أسس حل المشكلات بطريقة مثلا خلينا نقول لو علمية بسيطة، أخليه يشوف ينظر للأمور مو نظرة النظرة العادية، يكون في عنده عمق في البحث، عمق في النظرة للأشياء. إذا أنا قدرت أحلل صح، إذا معناته أقدر أوصل للحل الصحيح. أو خلنا نقول ما يكون هو صحيح، هو الأصح. الأصح أو الأقرب. أو الأفضل أو الأقرب للصحة. صحيح. عدل ولا لا؟ ولما إحنا نتعلم من أخطائنا، عدل ولا لا؟ صحيح. أنا ممكن إني أنا أسوي أختار، ولكن اختياري يكون في خطأ. فأتلافى المرة الجاية. أتلافى هذا الخطأ. كل ما أتلافى الخطأ أكثر، كل ما أنا أنجح في الاختبار أكثر، كل ما تكون اختياراتي أفضل. ممتاز. ماذا عن الأفراد اللي هم عندهم سوء في هذا الاختيار؟ يعني اليوم خلاص مو الأطفال مو الأبناء، لا هم نفسهم عندهم اختيار، هذولا شلون نقدر إن مو نعالجهم، ولكن شلون إن نعطيهم بعض الأساسيات المهارات الحياتية اللي بالفعل يقدرون يحولون من الاستمرار في الخطأ إلى على الأقل التوجه للطريق الصحيح؟ شوف مشكلة اللي يقعون في، يعني خلينا نقول لا يلدغ المؤمن من نفس الجحر مرتين. صحيح. صح ولا لا؟ أنا أقول إحنا كلنا في اختبار، إحنا كل يوم قاعدين نختبر، صح ولا لا؟ صحيح. لما الحين إحنا بالمدرسة، كلنا الحين خلينا نعتبر حتى أنا الآن بالمدرسة، سقط في الامتحان شنو يعطوني؟ دور ثاني. صح ولا لا؟ إذا جيت في الدور الثاني في الامتحان لما سقطت فيه بخمسة من عشرة، تمام؟ إذا أنا عدت الامتحان في الدور الثاني وجبت خمسة من عشرة، يعني أنا ما تعلمت شيء. هني في مشكلة. هني في مشكلة. لكن إذا عدت الامتحان ويب 6 من 10 لو ارتفع درجة واحدة معناته أنا تعلمت ولو جزء بسيط. خلينا نقول النبيه أو الشاطر مثل ما يقولون اللي على الأقل لا أصعد درجة واحدة، درجتين ثلاثة، لا أجيب فول مارك من أول مرة، بس على الأقل معدل خطأي يكون أقل. زين، شلون انا الحين نقول هذا الطالب شو اللي خلاه ترتفع درجاته في امتحان الدور الثاني؟ درس. صح. صحيح. درس اكثر. اكيد. زين، هل بس درس؟ في وايد يقول قاعدين على المكتب صار لهم 10 ساعات وهم ما يب درجات. دراسه عن دراسه تفرق. اذا انا استوعب الكلام اللي يصير.
ولا اني فقط اقرا لمجرد القراءه. يعني في ناس تدخل في تجارب في حياتها تدخلها لمجرد انها دخلت في التجربه، ما تاخذ الخلاصه الاستفادة. ما تاخذ شنو كان الصح وشنو كان الخطا. الخطا شلون انا اتلاشى مره الجايه او اقلل من نسبته، والصح شلون انا اقويه عندي وازيد عليه. ممتاز. احنا هذه مشكلتنا، ترى فعلا مشكله وايد ناس هذه، ويرجع لشنو؟ لوعيهم الداخلي، لثقافتهم الداخليه. هل هم استفادوا؟ في وايد امور في حياتنا ترى ما نتعلمها بالمدرسه، صح، ولا بالدفتر ولا بالكتاب ولا بالشهادات، لو نسطر 100 شهاده على الطوفه. لكن خبرات حياتنا، تجاربنا، او حتى تجارب الاخرين هي اللي تتسقل. هي تسقل. انا يمكن ما اطيح في المشكله هذه، او ما اواجه هذه المشكله او التجربه، بس فلان او فلانه صاروا في هالموقف، صار معاهم كذي لانه سووا كيت كيت كيت، خلاص انا هذا الكيت كيت ما اسوي، صحيح، او ما احاول اجرب منه عشان لا اطيح بنفس الحفره اللي هم طاحوا فيها. ممتاز. دكتوره، الكثير من الناس يؤمنون بالامور الروحانيه، تمام، وهذا بالعكس شيء جيد، ما هو مشكله، ولكن الزياده يعني لغوا الجانب العملي في الحياه واكتفوا فقط بالقراءه، وبناء على المفاهيم اللي عندهم يعتقدون ان حياتهم راح تصير بهذه الطريقه. تمام. ما تقصد في الجانب يعني الجانب الروحاني يعني بس دين وقران وشغلات كذي؟ مو فقط الدين، الموارئيات. موارئيات، اوكي. نعم. موارئ الطبيعه يعني. نعم. يشوفون امور ثانيه. صحيح. تمام. الموارئيات هذه خلينا ناخذها، يعني انا ما راح اخذها في جانب روحاني، راح اخذها بجانب عقلاني شويه. حتى الموارئيات صحيح هو علم موجود، حتى فيزيائيا موجود، كيفيه ان انا ممكن اشوف ما وراء الامر بنظريات، خلينا نقول لو بنرجع حق اينشتاين، النظريه النسبيه او النظريه الكميه. تمام. لكن انا كفرد لما رحت لما وراء الطبيعة وعرفت شيء، شنو استفدت منه؟ هل عرفته لمجرد أني أنا عرفته؟ ولا أني بعرفه عشان أنا أقدر أحسن من وضعي الحالي؟ يا سلام عليك، بالضبط هذا اللي أنا أقصده. في ناس مثلا، خلنا نقول ما ورائيات، في ناس تعتبر على سبيل المثال الفنجان صح يعتبرونه ما ورائيات، مع انه هو لا ما ورائيات ولا شيء، لانه ما عليه، خلينا نقول ما في اسس علميه حقه. صحيح. تمام. بس رحت حق وحده شافت الفنجان، قالت لي بيصير معاك كذي 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 مع سين من الناس. تبصير. نعم. هم يعتبرون هذا يعتبر من، خلينا نقول هم يعتقدون ان هذا من هذه العلوم. نعم. في ناس تعتقده انه هو علم ثابت، انه هو علم. نعم. تمام. اوكي، انا رحت وقالوا لي هالشيء، اوكي، هل انا خذيته بس لاني انا رحت عندي فضول بس ابي اعرف؟ هني انا اشيل هاي فضولي اقطها بالزباله، لانه ما سوى لي شيء. لكن لما قالت لي وانا خذيته فكرت فيه وحللت، ونرجع حق فضاء الاحتمالات مثلا، او ان احتمال اوكي اذا انا سويت كذي صح راح يصير فيني كذي، لكن انا اذا ما سويت ما راح يصير. ما راح يصير. صح. اوكي، اذا انا استفدت مثلا، خلينا نقول بفرض استفدت من هذا الشيء عشان ما اسوي، عشان ما اطيح فيه. زين، هل انا كذي غيرت قدري؟ انا غيرت اختياري. لان هذا اساسا هو ممكن ما يكون في شيء صحيح، كذب المنجبون ولو صدقوا. ولكن صح، في مرات الانسان يحلم حلم تعتبر له رؤيه، وتكون هي تنبيه حقه. انا هني اقول هذه ايه صح، هذه ما ورائيات. هذه اللي تقدر انت، هذه اللي انا اقدر اعتمد عليها وايد. بس في ناس دكتوره يتملكهم هذا الشيء، هوس، خلاص بمجرد ما يجربها مره خلاص يعتقد ان حياته كلها متعلقه بهذا وهذا الشيء. غلط. هذا غلط. وهذا غلط. ممتاز. زين، انا مو هذا اللي هني انا شو رحت؟ ربطت كل اموري اني انا مسير في حياتي على هذا، لانه شيء بيصير لي. اي، بس لغيت نفسي، لغيت تسييري الذاتي، لغيت ذاتي اللي تقدر تغير وايد اشياء. ممتاز. خلاصه الكلام دكتوره، هل نحن بالفعل مسيرين ولا مخيرين؟ بصورة أشمل، إحنا في بعض الأمور نعم نكون مسيرين، وفي بعض الأمور نكون فيها مخيرين، ولكن يعود الأمر لنا في النهاية أن نختار وأن نسير حياتنا. ممتاز. يعني لو بنحطها نقول بصورة مختلفة، نحن مخيرين، وأيضا في التسيير ممكن أن نكون مخيرين نختار. لأن عندنا تسييرنا الذاتي. ممتاز. إذا نغير، خلي يغير الواحد فكرة، أي.
نظرته للامور تتغير اموره اللي قاعد يسير نفسه بناء على اللي هو يبي. ممتاز. شكرا للدكتوره سوسن البلوشي الاستشاريه الاجتماعيه والتربويه والحديث الشيق عن السؤال الجدلي، هل نحن مسيرين ام مخيرين؟ فقواك الله دكتوره. الله يقويك ويسلمك يبارك بعمرك. حياك الله يسلمك. بعد الفاصل ان شاء الله راح تكون عندنا العديد من المواضيع فتابعونا.